الغريب والأمر اللي أنا متأسف ليه واللي بالفعل قد يسقط شرعية الكثيرين ويحتاج إلى أن يخرج الكثيرون، يعني كان ينبغي أن يقدم اعتذار رسمي من تنسيقية العزل، وكان ينبغي أن يقدم اعتذار رسمي من الذين نشاهدهم في التلفزيون ويطلعوا ويعطوا فينا في دروس في الوطنية وفي أزلام النظام ومعمر وما إلى ذلك. بالله شن اختلفتوا بينكم وبين القدافي لما يطلعوا ناس متظاهرين وتهجموا عليهم بالعصوات؟ ما استعملوش السلاح الحقيقة، ما استعملوش السلاح بالعصي والهروات وتضربوهم وتكسروا اليافطات متاعهم لأنهم اختلفوا معكم في الرأي. ما الفرق في هذا التصرف؟ وما الفرق في الليالي الأولى لطرابلس التي انتفضت فيها وكيف واجهها النظام؟ على فكرة النظام في الأيام الأولى، ويتذكروا الشباب كويس، استعمل تندرات. شفنا تندرة تقريبا اللي استعملها الشباب اللي استعملوها الآن، يعني من يختلف أو من يعارض هؤلاء في رأيهم ومن يقمع هؤلاء في رأيهم، في تندرات أنا شفتها، في تندرة استعملها. وأيضا استعمل الدبابيس، لو تتذكروا العمامات الخضر اللي نزلت في الأيام الأولى لطرابلس ما استعملوش السلاح وقتها، ما زال لم يعطي القذافي الإذن باستعمال الرصاص في الأيام الأولى، بعد ذلك استعمل الرصاص. يعني مظاهرة جورجي كان هناك الدعم المركزي، على الأقل اللي حضرتها هنا كان هناك الدعم، القوات الدعم اللي موجودة بالسلاح ولكنها لم تستعمل، وكان هناك شنو البلطجية النظام الخضر هادم كانوا بالتندرات وكانوا بالعصي وبالماس وبالسكاكين وما إلى ذلك. بعد ذلك بدأ حمام من الدم. شيء مؤسف جدا أن يقارن اليوم ما يحدث، ومن مطالب كانت تكون مشروعة، ما كانتش تكون هيك يا إخواننا، ما كانتش أبدا. أنت مش محتاج أنك أنت تفرض إرادتك على الشعب الليبي بهذا الأمر، والشعب الليبي معاك، الشعب الليبي يقول لك يا أخي إحنا مع العزل، بس قاعد ينتظر في ترتيبات هذا الأمر عبر المؤتمر الوطني. يريد أسلوب شرعي، يريد أسلوب حضاري لفرض هذا الأمر، لا يريد أن يأتي عبر شنو 14.5.